بعد كده تروح الاستاد تتفرج على الماتش من غير ما تقول لي يا اخي على الصحوبيه الف هوبا. يا صاحبي الموضوع ما يستاهلش كل ده، ما تعملش من حبه هوبا. هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ وايه اللي جاب النجم جنب الصخر؟ طب ايه اللي جاب الحبه للقبه؟ واشمعنى ارتبطت القبه بالحبه؟ تعالوا نشوف حكايه المثل ده ايه ونفسرها. وعشان ما تبقاش طويله عليكم واقصرها، المثل ده بينضرب لما تعمل مثلا مع صاحبك حاجه ملهاش اي 30 لازمه، وتلاقيه ضخم الحاجه دي وقوم الدنيا وعمل ازمه. انت بتقول له ساعتها ما تعملش من حبه قبه، وتقوم تضربه بالجزمه. والمثل نفسه راجع لشيخ في قريه فقيره وحب يبني لاهلها بتبرعاتهم جامع. جمع اهل القريه وقال لهم على اللي ناوي عليه واصبح الكل بيه سامع. لكن مع مرور الوقت ما لقاش نفسه غير لمبلغ صغير لا يقدم ولا ياخر جامع. لان القريه فقيره وحالتها بؤس، مع ان الكل في المساعده ما كانش بيمانع. لكن الكل فقير ومتعوس وخالي فلوس. فاقترح عليهم الشيخ ان كل واحد يبعت له مقدار صغير من الشعير والغله. في الاول الناس استهونت وقالت ده واحد فاضي وبيتسلى، هيعمل ايه يعني بحبه القمح دول حتى لو جبنا له كام سله؟ لكن مع مرور الوقت بدات الناس تقتنع وتساهم، والشيخ يلم الغله، وكل فتره ينزل السوق يبيع من اللي جمعه بالغله كام حله، ويلم الفلوس بتاعت البيع ويعمل في الجامع حاجه جديده. وفضل الشيخ على ده الحال لحد ما انتهى من بناء الجامع والناس فرحانه وسعيده. وزيادة على كده عمل للجامع قبة عجيبة وفريدة، وانتشر خبر الشيخ بين الناس وازاي ان هو عمل من حبة جامع بقبة. ودي كانت حكاية الحبة اللي اتبنى بيها القبة. طبعا مفيش حد مننا الا وبالمثل ده سامع، اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. الكتير مننا بيفتكر ان المقصود بالمثل ده هو المسجد او الجامع، وحاشا لله ان المصري يبخل على جامع يحتاج حاجه او يكون بيه سامع، ولو على حساب بيته او حتى لو من الفقر بيعاني. ولكن للمثل ده اصل تاريخي يرجع لايام الحكم العثماني، لما كانوا فرضين ضرائب على المصريين والكل فيهم طامع، وكان اللي بيحصل منهم الضرائب دي اسمه الجامع. ومع الحاله الصعبه وسوء الاحوال اللي المصريين كانوا فيها، ومع الشقا والتعب والقلوب اللي الحزن كان ماليها، ما كانوش بيلاقوا حاجه يدوها لجامع الضرائب، فكانوا بيشيلوا الهم ساعة ما يجي ميعاد الدفع هم والقرايب، لأن لو ما دفعوش بيبقوا عارفين إنهم هيقعوا في المصايب. لكن لما الوضع زاد وما عادوش لاقيين حتى الزاد، ضجت العباد وقاموا داخلين في العناد، وقالوا لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. وأصبح من بعدها مثل والكل بقى عارف بيه وسامع. وكمان ارتبطت الواقعة دي بمثل تاني يعرفه اللي في سني، وهو بركة يا جامع اللي جت منك ولا جاتش مني. كان أيامها المصريين بيحاولوا على قد جهدهم جمع قيمة الضريبة، لأنهم عارفين إنهم لو ما جمعوهاش هيتهانوا ويروحوا في مصيبة. وكان في فترة زمنية من الوالي العثماني لهم ممنوحة، فكانوا بيحاولوا يلموا مقدار الضريبة خلال الفترة المسموحة، ولو ما قدرش يلم المبلغ يفضل منتظر الجامع والخوف ماليه. فكان أوقات ما يعديش عليهم الجامع ده لأي ظرف وقع فيه، كسل منه بقى، مصلحة وراه، جات له داهية خدته أو لبسه جني، فظهر أيامها عبارة بركة يا جامع اللي جت منك ولا جاتش مني. ودلوقتي مع إضافة لحلقتنا جديدة، أتمنى إنها تكون مبهجة ومفيدة، هنضيف سؤال خفيف وبسيط مش هيجاوبه غير المشاهد الحويط. وسؤال الحلقة دي بيقول: إيه هو الحيوان اللي بكبر حجم الفيل وملوش وزن على الميزان؟ يعني وزنه صفر، حتى مش وزن الريشة كمان. لو عرفتوا الإجابة اكتبوها تحت في الكومنتات، ولو جوجل دخل عليكم الإجابة انتظروها إن شاء الله بداية الحلقة الجاية شفوي مش كتابة. ودلوقتي كالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير، ومع معلومة جديدة مفيدة أشوفكم على خير.